بسم الله الرحمن الرحيم. في عندي افعال يا جماعه بتكون قريبه جدا من بعضها في المعنى، زي سي ووتش ولوك. سي يعني يرى، لكن يرى بدون قصد، هو ماشي كده فشاف شيء، شاف شيء في السماء، شاف حادث، المهم هو ما عندوش قصد او نيه انه يشوف الشيء ده وشافه. لكن ووتش قالك في نوع كبير جدا من الترقب وقمه الترقب للشيء والتركيز في مراقبه الشيء، زي ما كنا مثلا اقول لك واتشنج تي في. انا ليه بقول واتشنج تي في؟ لان انا على طول مركز عيني على التلفزيون، فلذلك ما اقدرش اقول سي او سي تي في، لكن اقول واتش تي في. لوك ات، انا ببقى مصحصح وكل شيء، بس بلاقي واحد بيامرني او بيقول لي خلي بالك، بص على كذا، شوف كذا. يبقى تو دايركت يور ايز ان اوردر تو سي. يبقى في فرق ما بين التلاتة، فرق بسيط جدا. سي يرى بدون قصد، ووتش يرى بقصد ونية وفي تعمد للرؤية، لكن لوك آت ينظر بعد أن يطلب منه إيه؟ شخص آخر أن يفعل ذلك. طبعا سي سو سين، ووتش ووتشد ووتشد، لوك لوكت لوكت. سي يو سون اند جود باي.